معي عبر الهاتف الدكتور علي أمين الرئيس، مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. ومع توقيع هذه الاتفاقيات، أين وصلت استعداداتكم لموسم الحج لهذا العام؟ حياكم الله. يعني إذا ما تحدثنا عن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، يعني بداية نود أن نشيد بالاستراتيجية الجديدة لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. هذه الاستراتيجية اللي تضمن استعداد الدول للتسجيل المبكر للحج بما يحقق التحسين المستمر لكافة الإجراءات، وبالتالي ينعكس على تميز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. اليوم الاستعدادات لموسم الحج لا تقتصر على مدة زمنية محددة خلال العام كما في السابق، الاستعدادات باتت مستمرة على مدار العام. لذلك بادرت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة إلى تنفيذ توجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للبدء في الاستعداد لموسم حج هذا العام فور انتهاء موسم الحج الماضي، وتوأمت العمل مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وفق البرنامج الزمني المعتمد. واقعا بدأنا الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشكل مبكر، وهي دورية ومستمرة، ولعل آخرها مشاركة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في جدة، والتوقيع على عدد من اتفاقيات الخدمات المقدمة لحجاج مملكة البحرين. نعم، هذا على صعيد تعاونكم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لكن على الصعيد الداخلي بعثة مملكة البحرين للحج أكدت على أن التسجيل للحجاج الذين ينوون أداء الفريضة هذا العام يستمر حتى 20 من فبراير المقبل أو حتى نهاية فبراير المقبل، يعني بقاء 40 يوم. نعم. على هذه. نعم. المرحلة، ما هي آلية التسجيل، وهل هي الخطوة النهائية لمن يرغب بأداء فريضة الحج لهذا العام؟ نعم، وكما تفضلتم واقعا بدأنا نحن يعني في المرحلة الأخيرة للتسجيل. في الحقيقة التسجيل متاح لجميع المواطنين والمقيمين من خلال التواصل المباشر مع حملات الحج المعتمدة للتسيير لهذا الموسم والمعلن عنها في القنوات الرسمية، لكن في هذا الصدد نؤكد مرة أخرى ونحث جميع الراغبين في أداء مناسك الحج إلى المسارعة بالتسجيل لدى هذه الحملات وحجز المقاعد خلال الفترة المحددة المسموح بها والتي تنتهي بتاريخ 20 من فبراير المقبل. ولا شك أن يعني التزام الجميع بالمواعيد الزمنية المقررة هو عامل يعني من عوامل إنجاح مواسم الحج، وهذا ما عهدناه دائما من حجاج مملكة البحرين وحملات الحج البحريني. نعم، دكتور علي أمين الرئيس، مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.